أقيمت الجولة الخامسة والأخيرة لبطولة أندية العراق بكرة السلة للسيدات على قاعة نادي أكاديمي عين كاوة. البطولة تتنافس فيها خمسة أندية، حيث ضم كل من نادي لاعبتين محترفتين ما ساهم مع خلق جو من المنافسة القوية بين جميع الفرق. وحدد الاتحاد العراقي لكرة السلة موعد انطلاق المرحلة الثانية من منافسات دور السلة للسيدات في الخامس والعشرين من الشهر الحالي في دهوك بمشاركة الفرق ذاته. المرة الأولى أندية العراق تحتضن في أربيل بمشاركة لاعبتين أجنبيات. الموسم السابق كان لاعبة واحدة، هذا الموسم فضلنا تكون لاعبتين أجنبيات حتى تنعكس ثقافة كرة السلة على لاعباتنا العراقيات وعلى لاعبات المنتخب الوطني. إن شاء الله يعني أتمنى التوفيق للفرق بالتنافس بهذا الموسم، وهي على مستوى أعلى من المستوى العام، وراح يكون يعني حصان الفوز في سنحاريب للفريق الفائز الأول إن شاء الله. إضافة محترفات على الفريق والبقية الفرق يعطي للدوري فد ميزة أخرى، يبقى الدوري منافسة بين فرق المنافسة، المستوى يتقارب للفرق المشاركة بوجود المحترفات، لأن وجود المحترفات يرفع من مستوى الأداء أثناء اللعب ويميز الدوري العراقي بأنه يمشي ويا بقية دوريات أندية العربية الدول العربية وبقية دول شرق آسيا. فهذه فالظاهرة يعني إيجابية، بنفس الوقت أقدر أقول تعكس شوية سلبية، لأنه راح ينحرم لاعبات المحليات من اللعب أثناء المنافسات بعض الوقت يعني. أما وجودهم فشيء أكيد إيجابي، يعزز موقف النادي ويعزز موقف الفريق أثناء اللعب.